السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي دائما الهام شناجي. اسبر ان شاء الله تكونوا كاملين وكاملات بالف خير وصحه. فيديو اليوم غتكون وصفه لزياده الحيويه والنشاط، لانه بزاف السيدات سولوني على هذا الموضوع هذا، فقلت بوكو با ما نهدرش لكم عليه، لانه دائما كنقول غنهضر عليه وكنسى، وكيجوا مواضيع اخرى مهمه وكنسى هذا الموضوع هذا وما تنديروش لكم. فاليوم درتو لكم وجيسبر ان الاعجاب ديالكم. الوصفه ديال اليوم ايضا غادي تكون حتى ديال الناس اللي عندهم فقر الدم، لانه بزاف السيدات او بزاف الامهات يعني عندهم فقر الدم، ما كيقدروش يتمشاو اولا كيتمشاو واحد الفتره معينه وما كيقدروش يعني يتمشاو واحد نص ساعه ولا ساعه في الطريق. فاليوم غنجيكم بوصفه اللي غزاله بزاف. هاد الوصفه هادي كتكون من كاس ديال الماء، سوا دافي سوا بارد، خدي الشوا اللي بغيتي. ايضا غتحتاجوا هذا الفانيد هذا خديتو ديال فيتالينا. هذا الفانيد هذا كيتباع في لي فارماسي وفي لي باغا فارماسي، حقيقه كانوا وصلني هذه شهرين ولا 3 شهور تقريبا، وديما كنقول غنهضر عليه لانه بغيت حتى نجربو مزيان، ما بغيتش نجي ونعطيكم النتيجه هكذاك. قلت غادي نشربو، وبزاف اللي بخد بي حتى ما وصلوني تقريبا هذه 3 شهور، مي حتى كنبغي نهضر على شي حاجه وكنساها وكيجي مواضيع اخرى مهمه اكثر، فجيسبر يعني تعذروني لانه يلا دابا كتاب باش نهضر لكم على هذا الموضوع هذا اللي اكيد هو ديال الحيويه والنشاط، وايضا الناس اللي عندهم فقر الدم. فانا غادي نوريكم لو باكاجين كيفاش كيجي كوم سوسي. فوالا هذا هو الباك ديالو، كيجي على هذا الشكل هذا ديال فيتالينا، منتوج الفلاحه الطبيعيه 100%، وكيجي السميه ديالو فيتالينا كيف ما كيبان لكم في لو باكاجينغ. هاد لو باكاجينغ هذا البنات غادي تلقاوه في لي باغ فارماسي، وايضا في لي فارماسي غادي تلقاوه بارتو، كاين متوفر موجود. الثمن ديالو جد مناسب، داير 150 درهم على ما اظن، 150 درهم في الفارماسيان، وايضا في لي باغ فارماسي غتقولوا لهم غير فيتالينا غادي يعطوه لكم غزال بزاف. ايضا كاينين بزاف الانواع اخرى من غير فيتالينا، مي انا شخصيا يعني جربت بهاد فيتالينا هذا، وغادي نعطيكم يعني شنو واش وافقني ولا ما وافقنيش هادشي كامل. صراحه كيف ما قلت لكم وصلني هذه 3 موا وجربته، ما كناكلوش يعني كل نهار باش ما نكذبش عليكم، ما كناكلوش كل يوم، لانه يعني ما كنحملش انا ناكل الفانيد كل نهار. كناكلو مثلا مره في النهار، وكنجلس يعني 3 ايام عاد كناكل وحده اخرى، حتى كنحس يعني براسي فيا الارهاق اولا تعبانه ولا راسي دارني ولا فيا يعني المهم شي حاجه كضرني في الداس ديالي بالكامل، عاد كناكل وحده. مي فريمون حسيت بانه زوين، كيعطي الحديد للذات كيف ما مكتوب عليه في الباكاجينغ ديالو. الا قريتو اولا انا غادي نوريكم كوم سايبان ليكم كثر. هانتوما دونك هادو هما المنافع اللي فيه ديال الاطفال، ايضا ممكن ياكلوه، ايضا حتى الناس اللي كبارين في السن مثل الجدوات ديالنا ممكن حتى هما ياكلوه بوركوا با. ف دونك الا بغيتو تقراو هذا الشيء عملوا زوم وقراوه كامل. دونك فوالا بالنسبه كيف ما قلت لكم هو مكمل غذائي طبيعي، يحتوي على مهم على بزاف الحويجات مثل الفيتامينات مثل بزاف الحوايج اللي غادي يكون لكم زوين. فجيسبر ديروا بوز وتقراو جميع لي زانفورماسيون ديال هاد الفانيد هذا اللي سميتو فيتالينا، اللي فريمون صراحه مكمل غذائي. لا قالوا مكمل غذائي لانه كيف ما قلت لكم فاش جربتو زوين عجبني، ما نكذبش عليكم كي يطول الضفار يعني صراحه انا كيطوالوا لي يعني بلا فانيد بلا والو. مي فاش وليت كنشربوا هذه تقريبا واحد 3 شهور كنحس يعني بان الضفاري كيزيدوا طوالوا على كيف كانوا، يعني هما طوال مي فاش كناكلوا كيزيدوا ثاني طوالوا اكثر ما كي يعني كيف كانوا قبل، وايضا الشعر انه كيزيد فيه. المهم بزاف الحوايج اللي صراحه لاحظتهم وزوين. انا كنصح به، خصوصا انا الحاجه اللي لاحظتها اكثر كاع بزاف واللي عجبتني فيه هي انه كيعطي واحد الحيويه واحد النشاط اللي غزال بزاف. يعني حتى الا كنتو باغين تمشاو واحد ساعه ولا نص ساعه، كتولوا باغين تمشاو ساعتين ولا 3 سوايع، يعني دائما ملي كتشربوه كتحسوا بانكم باغين ديروا سبور مثلا، باغين انكم تخرجوا للبلاصه الفلانيه واخا تكون يعني في مكان بعيد. فكنصحكم به خصوصا الجدوات ديالكم الا كانوا ما كيتمشاوش، لانه الجده ديالي فاش عطيتو ليها ولا فاش دقت منه فريمون ولات كتمشى ولات كتحس يعني بواحد الفرق شاسع. كنصح به الناس يعني اللي عندهم الارهاق، الناس اللي رجليهم دارينهم، ايضا الناس اللي كيعانيو من فقر الدم.
فكنصح به صراحه، زوين بزاف، فنتمنى تجربوه تردوا عليه في خانه التعليقات. بالنسبه يعني الاستعمال ديالو، كاتبين انكم تاكلوا يعني 3 مرات في اليوم، ولكن صراحه انا كناكلو مره واحده فقط في اليوم، ما كنبيش نكثر منه، وكنشربو اما مع كاس ديال الماء اولا مع عصير ليمون اولا مع الحليب، كاس ديال الحليب اولا كاس ديال العصير ديال الليمون اولا كاس ديال الماء، خذوا نتوما لي شوا اللي بغيتو، اولا ايضا ممكن تاكلوه مع ياغورت طبيعي بالنكهه اكيد اللي بغيتو. هاد الاختيارات باربعه ولا بثلاثه، ممكن تختاروا يعني الاختيار اللي يناسبكم، وكنصح به يعني فريمون زوين. غنخلي لكم لاباج ديال يعني لاباج ديالهم ديال فيتالينا في صندوق الوصف، وكيف ما قلت لكم ايضا راه كيتباع في لي بارا فارماسي وايضا في لي فارماسي الا بغيتوه. جيسبر هاد الفيديو عجبكم، اي اقتراح اي تساؤل في هذا الموضوع هذا ما تنساوش تكتبوا لي في خانه التعليقات، وانا اكيد غادي نرد عليكم. شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.